من ترك شيئا لله وجد عوضا في قلبه وفي حياته لا يقدر قدره إلا الله. يجد الإنسان عوضا عجيبا في قلبه، راحة وسعادة وطمأنينة، ويجد بركة في حياته. وأنا دائما أقول للإخوة، إذا احتمل الأمر عندك أن ربك يريد ذلك منك ولو كان بنسبة 10% افعل، وإذا احتمل عندك أن الله لا يريد ذلك منك ولو بنسبة 10% اترك يا أخي، فإنك تجد بركة وخيرا وتوفيقا عجيبا. عود نفسك أن تترك لله، عود نفسك حتى الكلام مع الناس وعلى الناس، يتكلم عليك الناس، عود نفسك أن تترك ذلك لله. لا تتكلم إلا إذا كان الدين يقتضي ذلك، أما نفسك فإنك تترك لله. ستجد من الراحة والطمأنينة والبركة والسعادة والتعويض ما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى.